مساء الخير، ما تتخضوش. انا عارفه ان استاذ جابر كان المفروض يبقى وسطنا دلوقتي. ما تقرقوش عليه، هو قاعد اهو ورا الكاميرا. قال لنا ابتدوا انتوا الحلقه، اشتغلوا انتوا الحلقه النهارده من وجهه نظركم. يا رب تطلع حلقه يا رب كويسه. انا بوسينه يوسف، مدير التحرير في البرنامج ده. بفضل استاذ جابر طبعا، زمايلي اميره، سلمى، رحمه. النهارده بمناسبه الاحتفال بيوم العالمي للمراه، استاذ جابر قرر ان احنا نبتدي الحلقه النهارده بس. انا مش عارفه اقول اي حاجه غير ان انا مبسوطه ان هو حطني في الموقف الجميل ده. وهقول لامي كل سنه وانت طيبه يا ست الكل يلي عملتيني كده. بس اتفضلي. انا اقول لكم مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. احنا قررنا النهارده كمجموعه بنات يعني انه احنا نكون قدام الكاميرا مش وراها زي كل يوم. اللي شجعنا طبعا جدا يعني جرحي واستاذ محمد قطب واستاذ جابر. هم شافوا انه احنا لازم نحتفل بشكل مختلف. هو مش مختلف قوي يعني، لانه في اكتر من جورنان واكتر من وسيله اعلاميه يعني افسحت المجال للسيدات والبنات اللي عاملين فيها ان هم يتولوا قيادات الاماكن اللي هم موجودين فيها، زي مصر اليوم، بوابه فيتو، البوابه. مع ان انا بشوف اساسا انه احنا المفروض نحتفل باليوم المراه العالمي ناخد اجازه، بس هم شغلونا يعني. بس هم شغلونا. احب اقول كل ست وكل ام وكل اخت وكل سيده عامله وغير عامله، كل سنه وانت طيبه. يعني كل سنه وكل مصر طيبه. وسلمى بقى هي اكيد عندها حاجه. وبالمناسبه احنا طلعنا النهارده بشكل عفوي جدا وشكل تلقائي، ما كناش مجهزين نفسنا، بدليل لابسه جينز. وسلمى كانت بتدور على بنستين قبل الهوا بخمس دقائق. فمعاكم سلمى هتقول لكم الدنيا عامله ازاي. احنا كالعاده يعني اكتر برنامج بيحب المفاجآت دايما وبيفاجئ الناس، فاحنا قررنا النهارده بفضل يعني استاذ جرحي، استاذ قطب، واستاذ جابر ان احنا نطلع معاكم عشان نقول لكم كل سنه وانتم طيبين بيوم المراه، بمناسبه يوم المراه العالمي. فمش مرتبين اي حاجه، مش عارفين هنقول ايه بالظبط، غير ان احنا اقوياء جدا ودايما احنا اللي في ظهر الرجاله، واحنا اللي بنشجعهم ان هم يعملوا كل قراراتهم تقريبا، من غيرنا ما يقدروش يعملوا اي حاجه. مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه اليوم العالمي للمراه، انا مبسوطه طبعا ان انا الفريق العمل اللي انا بشتغل فيه اكتريته طبعا سيدات وبنات. طبعا الفضل يرجع لاستاذ جابر ومحمد الجرحي ومحمد قطب، وطبعا معانا ندى ومعانا محمد عمران. زي ما انتم عارفين احنا يعني كنت فاكره ان الشغل هيبقى يعني صعب وفيه لود وكده. هو طبعا صعب وفيه لود، بس هو ممتع جدا بالفريق العمل اللي معايا وبالروح اللي ما بيننا. ومبسوطه جدا ان انا قاعده مع البنات دول النهارده معايا. يعني رحمه على فكره بتروح بيتها الساعه 4 الفجر، بتيجي ساكنه ابعد واحده خالص. بس طبعا بفضل استاذ جابر يعني هو حاططنا في عينيه جدا يعني. ما يعني ما بيسيبش يوم غير لما طبعا يروحها، لانها ساكنه ابعد واحده فينا. وطبعا استاذ جرحي متولي عيني اميره، وانا جوزي متوليني وسلمى، ما فيش حد يعني متولى خالص، بعربيتها على طول على حي الاشجار. لا بجد اللي يشوف مجموعه البنات دي واي بنات بتحاول ان هي تثبت نفسها، مش هيقول دي بنت ب 100 راجل، هيقول ممكن اي راجل تاني يقول انا ب 100 بنت، ب 100 واحده من دول. انا عارفه ان انا جوزي بيقول عليا كده دلوقتي من ورا الشاشه. لا مفيش حاجه اسمها بنت ب 100 راجل. في راجل في راجل يقدر يقول انا نفسي ابقى نص واحده من دول. كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم على خير ان شاء الله السنه الجايه في يوم المراه العالمي. عايزه اكتب الاستربات بس عشان الاستربات دلوقتي لازم تكتب. مش حد بيكتب الاستربات هناك. على لسان اميره. هو من امتع الحاجات انه فريق العمل اللي معاك يبقى اخوات وحبايب واصحاب وزمايل. الاقتراح جه من محمد الجرحي واحنا شغالين، فقال انا بقترح انه الزميلات اللي في البرنامج يطلعوا يقدموا الافتتاحيه بتاع او الانترو بتاع البرنامج النهارده.
حاجات يعني مفاجاه ساره جدا، وما زي ما انتم شايفين كده يعني كلهم جايين بعبالهم من البيت يعني. شكرا. لكن في ناس كلت فسيخ وناس كلت بطيخ، فهم يعني جايين ميكس كده مع بعض. بس الحقيقه الممتن جدا للمصري اليوم، الموقف اللي بتعمله كل سنه بخصوص اليوم المراه العالمي، ودعت وزراء ودعت وزيرات اسف ودعت كاتبات ودعت فنانات ان هم يروحوا لمصر اليوم امبارح، وكانت الحقيقه ونائبات في البرلمان، وكانت حقيقة شكلها لطيف جدا. النهارده فيتو برضو عامله حاجه كده مع الزميلات، الاستاذ عصام كامل عامل حاجه برضو لطيفه كده في فيتو، هنستعرضها بعد شويه. ايضا البوابه عملت الموقف ده مع بعض الزميلات في هذا الاطار. دي حاجه مبدعه جدا يعني. احنا هنا اميره وبسينه ورحمه وسلمى، دول اخواتنا يعني بما تعنيه الكلمه من اخوات، حريصين على او حريصات على العمل، بيشتغلوا اكتر مننا يعني. انا وقطب والجرحي يمكن شويه بنهتم بتفاصيل صغيره، لكن دول التفاصيل الكبيره دايما عندهم، وهم اللي بيتعبوا، هم اللي يعني القناه عندنا. انا مبسوط جدا برضو من فكره انه الحمد لله رب العالمين، هم بيصحوا بيخلصوا متاخر، لكن القناه يعني حريصه انه كل واحده من الزميلات توصل بيتها تكون متأمنة زي ما بنقول. لازم يكون في يعني عين ساهرة عليهم زي ما بيقولوا، والحمد لله القناة موفرة هذا الأمر، فبنشكرهم شكر جزيل عليهم. فكرة ان هم يبدأوا، كنا نتمنى ان هم يكملوا الحلقة، لكن حس ان هم لا، هتبقى تقيل عليهم. ده بوكي ورد، وهم بيهدوه زميلات، هم برضو بيهدوه لكل، يا بوسينة قالت لمامتها، أميرة برضو هتقول لمامتها، رحمة هتقول لمامتها، سواء إذا كانت، أنا بتكلم طبعا ربنا يرحمها رحمة واسعة، إذا كانت موجودة أو حية، أنا بتكلم في الإطار ده. لكن أنا شخصيا والدتي توفت النهاردة، والله قبل ما أنزل في بعض الصور كده عندي شفت والدتي كذا مرة كده، وقلت لها كل سنة وأنت طيبة، وفي عيد الأم نفس النظام وهو الآخر يعني. فالمسألة مش والدة لحظة، لا، إحنا بنفتكر أمهاتنا كتير، هم أصحاب الخير، هم أصحاب الرحمة، هم أصحاب السعادة، هم أصحاب الاحترام، هم أصحاب التقدير. بقول لحماتي كل سنة وانت طيبة، بقول لزوجتي كل سنة وانت طيبة، بقول لبنتي كل سنة وانت طيبة، بقول كل حد يعني، اخواتي، انا طبعا ماليش اخوات بنات الله يرحمها، لكن زوجات اخواتي، قرايبي، كلهم كل سنة وهم طيبين. المرأة المصرية عموما كل سنة وهي طيبة، المرأة في العالم كل سنة وهي طيبة. خليني بس أذكر عندي مجموعة زميلات كده، الزميلة دعاء فاروق، والزميلة لمياء فهمي عبد الحميد، الزميلة سلمى صباحي، الزميلة بوس الطيار، الزميلة ريهام سعيد، الزميلة مي حامد، الزميلة أميرة الشناوي، الزميلة رانيا حسن، الزميلة مها عيد، الزميلة حنين عبد الكريم، الزميلة مروة عادل، الزميلة سمر علي غانم. يعني بقدر الإمكان الأسماء اللي أنا افتكرتها قبل الهوى، كل سنة وأنتن طيبات، وأنتن بخير، وأنتن بصحة، وأنتن بسعادة، وتمتعونا دايما بالبرامج اللي انتوا بتقدموها جوه القناه، وبالعمل اللي انتوا بتقوموا بيه جوه القناه، وان شاء الله دايما 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 باخوه وصداقه واحترام وزماله وود ومحبه، تكون هذا المكان معمر بكنا ومعمر ايضا بينا وبالامارات اللي موجودين معانا دول. كل سنه وانتم طيبين. بس يعني مش فاهمه، ما في هنا برضه، لا طبعا، انتوا الخير، انتوا الخير والبركه. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم كل ايام بخير. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب.